عايز اقول طبعا لكل الفنانين اللي النهارده بيتم تكريمهم، هم يستحقوا اكتر من كده كمان، هم فنانين كبار وعظام اسعدونا واسعدوا ناس كتير ويستحقوا التكريم، والتكريم ده حاجه غاليه جدا على اي فنان اي صحفي اي اعلامي. مشرفنا في موقع مجله سيرة. الله يخليك، الله يشرفك، الله يشكرك. حابين نتكلم النهارده عن تكريم حضرتك من جامعه كبيره زي جامعه كولد. يعني الواحد شعر فخر وشرف يعني تقدير من جامعه كبيره زي جامعه ويلز، وتشرفت جدا بالبطوله الفخريه، وده شيء طبعا بيرفع من قامه البلد ومن قامه الفنان نفسه وبيخليه يحس بمنتهى الجمال. خليك معانا في موقع مجله شهادتي. ربنا يخليك، بشكرك وبشكر كل السيدات بتوع مجله شهادتي. حبيت تكلمنا النهارده عن تكريمك من جامعه ويلز، تقول لنا مناسبه زي دي ايه اهميتها بالنسبه ليك كفنان؟ اهميه كبيره جدا ليا والشباب كتير طبعا، دكتور وليد صلاح بقول لهم مبروك، ربنا يوفقك، ده شيء جميل ليك ولشباب مصر، وانت مثال جيد، مثال جميل جدا جدا طبعا، ويا رب يكون في منك كتير ان شاء الله، اكيد في منك كتير، وحاجه جميله، والتكريم بالنسبه لي طبعا حاجه جميله، حاجه مشرفه جدا ليا، وانا يعني ده حافز لاي فنان، ومكافاه لطيفه، عارف جالك مكافاه حلوه، فبتقول لهم ميرسي جدا جدا جامعه ويلز، بقول لهم ثانك يو، بقول لهم شكرا، بقول لهم كل حاجه. اللي منحت حضرتك دكتوراه فخريه من جامعه ويلز؟ انا شاكره جدا، بشكر جامعه ويلز البريطانيه، بشكر اللي مثلها الدكتور وليد صلاح، بشكرهم قوي 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 لاختيارهم او انهم يدوني الجائزه بتاعه الدكتوراه الفخريه دي. دي في حد ذاتها حاجه سعداني جدا، هي مسؤوليه، لكن انا سعيده بالمسؤوليه الجميله الحلوه دي، احساسي بيها حلو قوي قوي قوي. اهلا وسهلا، فرصه عليا، نورتونا. الله يخليك يا فندم. احنا عايزين نتكلم النهارده عن مناسبه مهمه جدا، منح دكتوراه شرفيه لعدد كبير من الفنانين، وحضرتك طبعا وكيل جامعه ويلز. حابين حضرتك تكلمنا عن ده وتقول لنا ليه الجامعه اختارت الشخصيه دي بالتحديد؟ والله طبعا احنا يعني هي الفكره بشكل عام ان احنا بدانا ان احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل مهرجان لتنشئ التنميه البشريه، ان احنا عايزين شبابنا يكون افضل وان احنا نطورهم ان هم يكونوا احسن. فطبعا لما فكرنا ان احنا نعمل حاجه زي كده قلنا لازم نجيب لهم رموز، الرموز ديت تكون يعني حاجه كده شويه قدامهم، يعني ما تبقاش مجرد ان انا بحلم بيهم او بشوفهم في التلفزيون بس، لان انت فعلا ممكن تشوفهم قدامك، والناس دي زي ما هي نجحت انت كمان قادر ان انت تنجح، لان طبعا الموضوع مش معجزه، بس اهم حاجه ان احنا بس يعني نولد فيهم كده حته الحافزيه ان انا اقدر ان انا انجح انا كمان زيهم.